السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، هذا هو جامعنا، جامع الحمادي بالدمام، ولله الحمد والفضل والمنة قمنا بتعقيم الجامع كاملا كما تلاحظون. لا يوجد ولله الحمد غبار، لا يوجد شوف هنا وهنا، لا يوجد ولله الحمد غبار ولا أتربة ولا. أيضا قمنا بقلب المصاحف، هذه دواليب داخلها المصاحف، قمنا بقلبها على أساس حماية ومحافظة على المصاحف داخلها، وأيضا لا يستخدمها المأموم لاحترازات طبية. وضع الاستيكر كما تلاحظون هنا وأيضا هنا يا أحمد وهنا، هذا الاستيكر يقف المصلي هكذا بجواره مسافة مترين على اليمين وعن يساره، ويصلون احترازا طبيا. هنا أيضا قمنا بإزالة الدواليب كاملة، ولله الحمد والفضل والمنة. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء والداء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.